السلام عليكم شباب وصبايا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد وموضوع جديد لليوم. الموضوع لليوم هو افضل برنامج غذائي لنزول الوزن. الكيتو، الصيام المتقطع، نباتي اللي هو الفيجيتاريان والمرونه. ثانيه، نباتي، فيجن وفيجيتاريان نفس الشيء. تقريبا فيجيتاريان ممكن ياكلوا سمك، السمك، حليب، البان، مشتقات الحيوانات. يس يس يس. فخلينا نحكي نحن بشكل عام، الكيتو، الصيام المتقطع، النباتي، تمام، هذول الثلاثه. حلو. اولا بشكل عام انا جربت الكيتو. يا ايش كثر قعدت عليه؟ قعدت عليه تقريبا اسبوعين. اي ما قدرت. نسبه الصداع اللي صابتني اول 3 ايام بسبب الاملاح. جربت الكيتو، جربت الصيام المتقطع، وكنت فيجن لمدة 6 اشهر. لما جربت الفيجن 6 اشهر مشيت عليه، حسيت اكثر شيء تحسن هو جلدي. اكتشفت انه في اشياء ما عادت تناسبني مثل الحليب، حتى الخالي من اللاكتوز. لما مشيت على الصيام المتقطع هذا اكثر شيء خسرت فيه دهون. بس مو لانه هو افضل من غيره، لانه كنت I was restricting calories. يعني مو يعني صيام متقطع هو الحل الامثل، صح. بس انه كان مناسبني من حيث انه خلص لما اكون بالجامعه ولما اكون ما عندي وقت اني انا اكل، هذا اكثر شيء ساعدني. لما اكون ما عندي وقت اكل عادي لانه انا عم بعمل صيام متقطع، صح. فساعدني لانه نمط حياتي كان دراسي، جامعه، محاضرات، كذا، فريحني. لما عملت كيتو هذا بعتقد اكثر شيء حسيت بنشفان العضله وبروز العضلي، بس اكثر شيء تعبني صحيا. الكيتو، صداع اول 3 ايام كان مش طبيعي. ماكو كارب. لازم كمان بعتقد الاملاح، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم، تخسر كثير لانه مع المي اللي بيطلع، صح. بتطلع كل الاملاح الجسم، فصداع. بس يعني ما حسيته والله هيدا هو الحل، واو الكيتو. بشكل عام قبل ما انت تفوت بالتفاصيل، بحب اقول انه ما في نظام غذائي واحد هو الافضل في العالم. كل شخص حسب طريقة حياته، حسب نمط حياته، بيلاقموا شيء اكثر من شيء. يعني مثل ما قلت، انا لما كنت جامعة كان عندي محاضرات من 6 الصبح مثلا ل 4 الظهر، ما عندي وقت اكل، فمشيت على الصيام المتقطع، ناسبني بهذيك الفترة. فحسب انتو طريقة حياتكم، حسب انتو شو متوفر لكم، امشوا على هذا المبدأ. يعني مثلا شخص عايش بمزرعة مثلا بأي بلد إن كان، وما معه مصاري إنه هو يشتري لحمة وكذا وهيك، في يكون نباتي، وفي يأكل بقوليات، عدس وفاصوليا وفول وكذا وهالأشياء، بيحصل على مصادر البروتين. أهم شيء لما تأكلوا، لما تكونوا نباتيين، تجمعوا بين البينز والرايس عشان يكونوا كومبليت بروتين. لانه البروتين مثل ما قلنا لما كنا عم نحكي عن الاحماض الامينيه، هو اكثر من شيء. خلينا نقول مثل 20 حمض اميني. انا ما بعرف بالضبط كم واحد موجود بالبقوليات وكم واحد موجود بالرز، بس لما تجمعوا الاثنين مع بعض بيصير بروتين كامل. هو شوف، هو الاحماض الامينيه ترى كلها موجوده في كل مكان، بس يفرق نسبه وتناسب. يعني مثلا انت لو تاخذ بروتين مصادر حيوانيه، لحم، دياي، بيض، حليب، جبن، راح تحصل على جميع الاحماض الامينيه بنسب ممتازه. اوكي. لما تروح حق النباتي في احماض امينيه قليله، في احماض امينيه مرتفعه. اوكي. فانت لما تخلطهم مع بعض يصير تقريبا كانك ماخذ شيء مصدر حيواني. يصير جميع الاحماض الامينيه موجوده. كمان شغله، النباتيين لازم ينتبهوا كثير من البي 12، صح؟ بي 12 الحديد. البي 12 والحديد. والاوميجا. لانه ما عم بياكلوا سمك، صح؟ ما عم بياكلوا لحم، اكثر شيء بيجينا بي 12 من اللحم، من الميتس يعني. فهيدا الشيء كمان للنباتيين لازم ينتبهوا منه. كل نظام غذائي في فوائد وفي عيوب، صح. وهذا الشيء اللي العالم ما بتنتبه له، انه في هبه جديده، اوه نباتي، يلا نجرب نباتي، هبه جديده كيتو، اوه يلا خلينا. كل نظام غذائي في عيوب. خير الامور اوسطها. كل لحمة، كل سمك، كل دجاج، كل خضار، كل اللي بدك اياه. حتى فيك تاكل حلويات، بس كل شيء باعتدال. يعني انا باكل حلو وباكل كيك اوقات وبعيش حياتي طبيعيه، يعني بس يوميا ايس كريم، بس كل شيء باعتدال. يعني بدل ما تسلخ مثلا بننجيريز كامله، تاكل لك سكوبين اي شغله بتعدي من هون. وطبعا من شخص لشخص بتفرق، صح. هلا في اشخاص بتناسبهم، مثلا شخص بيناسبهم كيتو
هلا هون عنا بالخليج كثير هاب الكيتو. بالضبط. حكينا عن هذا الموضوع من قبل. ليش؟ لأنه هون بالخليج بشكل عام كل أكلنا فيه رز وفيه خبز. فنسبة الكربوهيدرات اللي نحن عم ناكلها أصلاً كتير عالية. فلما تيجي تحول واحد من نسبة كربوهيدرات يعني تقريباً 90% من أكله كربوهيدرات تحوله لكيتو يصير عم يأكل أكتر شيء فاتس وبروتين بشكل غير مباشر. نسبة السعرات الحرارية كمية السعرات الحرارية اللي هو عم بيأكلها رح تنزل لأنه أولاً رح يتوهق ما رح يعرف من وين يجيب enough fats ما رح يعرف من وين يأكل فات كافي فرح يقلل من السعرات الحرارية هو عم بيأكلها فأكيد رح ينزل وزنه بالضبط. كمان لما تكون على الكيتو الكارب كتير قليل شو قلنا لما يكون الكارب كتير قليل لما الكارب يكون وايد قليل الماي عندك يطيح فأنت مثلاً الحين لما تاكل وزن الماء اللي بيكون بالجسم بيكون كتير عالي إيه؟ يعني مو شغلة ربع كيلو 70% من أكثر من 70% من أجسامنا ماء فلما صح. عم بيقول لك محمد إنه بتخسر وزن الماء بجسمك وايد. وزن كتير ممكن تخسر ممكن 5 كيلو بالأسبوع ممكن 5 كيلو بالأسبوع والناس عبالها هذا الدهون هم شو يطبقون كيتو يشوفوا نزول سريع عبالها دهون لا حبيبي هذا ماء فهذا المشكلة بالكيتو الناس شوف نزول سريع ينغر فيه يروح ينشر حق العالم كله انا طبقت كيتو زاد 5 كيلو باسبوع حبيبي انت نازل ماي لو شوف على تحليل المادي انت نازل ماي طب هل وتحليل المادي ترى مو دقيق ما يكون دقيق مع الكيتو لازم الواحد يزيد من نسبه المي اللي هو عم يشربها لما يعمل كيتو تقريبا ايه تقريبا ايه لما بيعوض يطرب ايه بيصير يطرب ماي سمعت في عالم لما انا صابني صداع عملت شويه ريسيرش ولقيت الملح البحري صرت زيده بالاكل تبعي خف شوي الصداع صوديوم من الصوديوم أمنح. من الصوديوم هلا الصوديوم مهم لا تفهموا غلط الصوديوم مهم بنظم دقات القلب وهم يساعد في نقل الكارب الى العضله كل شيء مثل ما قلنا كل شيء له وظيفه كل شيء باعتدال الصوديوم مهم الصوديوم موجود بمعظم الاكل اللي احنا بناكله ما في داعي انه الواحد يحاول يزيده من مصادر ثانيه بس كل شيء باعتدال يعني لا تقطعوا صوديوم ما في صح في عالم كثير بتقول لك انا بدي اقطع بدي اقطع صوديوم عشان ينزل المي اللي بجسمي مشان نشف انا كنت واحد منهم غلط يعني تشنجات ليل اخر انت مو بس انت كنت واحد منهم كلنا كنا يعني ما في يعني بتسال مثلا بطل العالم هلا مين هو شون رودن بتسال شون رودن بيقول لك ايه انا بفتره من الفترات قطعت صوديوم كل مو عيب كل شخص يعمل غلط ويتعلم منه كمان شغله اهم شيء تفوتوا وتقراوا ابحاث يعني اوكي معظم الابحاث معموله بالانجليزي ما في مشكله دوروا بالعربي بتلاقوا اجوبه بالعربي يعني في اسئله اوقات بتجيني بس بتحتاج تدور عليها على الجوجل بس يعني مثلا كم سعره حراريه موجوده ب 50 جرام من الموز جوجل اكتب على الجوجل يعني ليش عم تسال واحد اكتب على الجوجل اتعلم انك تدور يكون عندك ثقافه تدور على المعلومه اللي انت بدك اياها مو دائما تسال حدا قدامك تخيل حدا اللي قدامك اجدب ومو عارف الله وين حاطه وعطاك معلومه غلط يعني حتى بتشوف كثير من لاعبين كمان الاجسام بيكونوا على المسرح بيطيح حالة إغماء إيه؟ ليش صار له يومين الحبيب قاطع مي إيه بالضبط صح يعني مو صحي مو صحي مو صحي في أشياء حتى الأبطال اللي بتطلع على المسرح بتعملها ما بتكون صحية مو كل واحد بطل وعنده عضلات هذا خبير تغذية وبرنس ولازم نسمع كل شيء بيقوله فانتبهوا على هاي الأمور في شيء منحب نضيفه على هذا الموضوع اللي هو أفضل برنامج غذائي لخسارة الوزن إلنا هي الاعتدال بكل شيء كل شو ما بدك بشكل عام انا بنصح الواحد يبلش بشكل تدريجي رقم واحد يعني لا تبدل حياتك مره واحده انه خلص كل اكلي سلطات كل اكلي خضار كل بتدريج. اكلي تدريجيا اولا حاول تقطع العصائر بعدين حاول تقطع المشروبات الغازيه طبعا المشروبات الغازيه اسوء بكثير من العصائر بس ما نفوت بهذا الموضوع اخذ الدايت احسن من العادي تدريجي عصائر بعدين المشروبات الغازيه بعدين البفك الشيبس وهي الاشياء شو ممكن بعدين حاول زيد الخضار عندك زيد الخضار زيد عندك شوي بالضبط يعني تدريجي حاول تخليها يصير عادة لا تفرض شيء على جسمك لأنه لما تفرض شيء على جسمك أولا ممكن جسمك يتقبل الموضوع بعدين بعد أسبوعين رح يجيك اليويو إفكت أيوة مو بتخسر مثلا 6 كيلو بعدين بتزيد 8 كيلو أو 10 كيلو هذا بسبب اليويو إفكت اللي أنت عملته حطيت جسمك بحالة بريشر كتير قوي ما خلص جسمك إذا حطيته تحت ضغط كتير قوي معظم الناس اللي مو متعودي على هذا الشيء بيصير عنده بيصير عنده كراش فهذا الشيء لازم تنتبهوا منه اكتبوا لنا تحت شو الأنظمة الغذائية اللي انتو جربتوها شو أكتر شيء لقيتوا فيه فائدة
الايجابيات شنو السلبيات، شو الايجابيات شو السلبيات اللي انتم واجهتوها، لانه راح نقرا كل الكومنتات اللي موجوده وراح نحاول من خلال الكومنتات اللي موجوده بهذا الفيديو نعمل فيديوهات زياده. فاكتبوا لنا تحت ارائكم ولا تنسوا تضغطوا على اللايك لانه بيساعدنا كثير. لا تنسوا تشيروا الفيديو، تبعتوه لرفقاتكم، تشتركوا بقناه محمد. مثل ما قلت شباب بدنا نوصل محمد ل 10,000، فاتح القناه جديد وبدنا نورجيه همتنا. وبس بنشوفكم بالفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.